اتجنن خلاص. اه والله اتجنن، ما بقاش عارف يعمل ايه عشان يجيبك تاني، ما بقاش عارف يتصرف ازاي عشان يشدك ليه تاني. اتجنن بجد، كل تصرفاته بتقول ان هو اتجنن، هربت منه خلاص. جننته انت يا مطارد، ولو انت شايفه او بتتفرج عليه من بعيد هتشوف واحد مجنون، مش الهارب اللي كان معاك، لا واحد مجنون، كل تصرفاته جنن في جنان، كل تصرفاته بتدور حواليك، كل تصرفاته بتقولك هو انت مش هترجع تاني ولا ايه، بيستفزك، بيحاول يحنن قلبك، بيحاول يصعب عليك شوية، بيخونك شوية علشان يمكن تغير عليه. بس على مين؟ كل الحاجات دي مفيش منها فايدة، اصلا خلاص كل الحاجات دي بقت قديمة قوي واتلعبت قبل كده كتير. يمكن هو بيعمل حاجات جديدة دلوقتي، يمكن بيعمل حاجات يعني البيك، اعلى حاجة ممكن تتخيلها، ممكن يتجوز، ممكن يخش في علاقة، ممكن يطير، ممكن تلاقيه بيطير عادي جدا، بس انت مش شايفه خلاص، ما بقيتش شايفه، بقيت شايفه حد انت ما تعرفوش، ما بقاش هو، ما بقاش هو اللي انت حتى لما بتفتكره بتبص عليه تقول هو ده، لا ما بقاش هو، هو اتغير جدا، اتغير في عينك انت. يمكن هو زي ما هو، لكن انت بدأت تشوفه بطريقة تانية خالص غير اللي انت كنت بتشوفه بيها، بدأت تشوف الحقيقة اللي انت كنت مغمض عينك عنها. ويمكن كمان اتغير من ساعة لما سبته، يمكن من غيرك هو بيبقى شخص تاني، شخص هو نفسه ما بيحبوش، يمكن بيحب نفسه معاك، يمكن بيلاقي نفسه معاك، يمكن وانت مش معاه فعلا بيبقى شخص تاني انت ما تعرفوش وهو كمان ما يعرفوش. هو دلوقتي حاسس انه مش قد اللي انت عايزه، مش قد الشخص اللي انت نفسك فيه، مش قادر يوصل للي انت رسمهوله في خيالك، حاسس انه مش هيعرف يعمل ده، فقرر ان هو يحاول يعمل على الاقل حاجة ممكن يعني ما تزعلكش، بيحاول يبعد عنك، بيحاول ما يظلمكش معاه تاني، بيحاول ما يقربش منك وهو ما عملش اي حاجة من اللي انت نفسك فيها، ومش قادر يعمل اي حاجة من اللي انت نفسك فيها، نفسه لما يقرب منك او يرجع لك يكون عمل اي حاجة من اللي انت نفسك فيها. هو عارف انت نفسك هو يبقى ازاي معاك، هو كمان عارف ان انت مش هتصدقه، وعارف ان انت ما بقتش زي الاول، يعني ما بتجيش بالحب وما بتجيش بالكلام الحلو ومش هتيجي بسهولة، فهو كمان عارف اللي فيها، عارف ان هو محتاج يعمل حاجات كتير اول مرة دي علشان يقدر يرجع لك. مشكلة ان هو بيعمل حاجات تانية خالص، بيعمل العكس، بينتقم من نفسه، ولا هو كده مبسوط، بيخش في علاقات او ممكن فيها هرب يتجوز، او ممكن اي حاجة عكس اتجاهك، بيعك، بيعمل حاجات غريبة انت مش متعود عليه ان هو يعملها. يا ترى دي حقيقته فعلا، ولا هو خلاص بيحاول يعمل عكس طبيعته، ولا هو زعلان قوي ف بيحاول يطلع طاقته او زعله ده في حاجة ويدور نفسه. حقيقة مش عارفة هو بيعمل كده ليه،
وحتى لو عارفة فهو برضو كل هارب في كل قصة بيعمل حاجة علشان احساسه في حاجة، فكل واحد هيختلف شوية، لكن كله مشترك في انه الهارب بيعك بيعك قوي وبيعمل حاجات المفروض ان هو ما كانش بيعملها قبل كده. ما بقاش همه حد، ما بقاش همه لا طرف تالت ولا طرف رابع ولا طرف خامس ولا سابع، مش همه اي حد، بيعك ومش فارق له اي حاجة، مش فارق له مين يعرف مين ما يعرفش مين ده. غريب جدا، تصرفاته بقت غريبة زي ما بقول لكم، اتجنن رسمي، اخرة جنانه ده ايه مش عارفين، مش هيعقل بقى وهيركز في المهم ولا هيفضل كده. بس السكة دي اخرتها ما بيبقاش حلو، اكيد كلنا عارفين. ف هل هو بيستفز مثلا المطارد علشان المطارد يتعاطف معاه فيحاول ان هو يقول له مثلا بلاش كده وده ويحاول يقف جنبه تاني والحاجات دي؟ عارفين لما حد يبقى بيدمر نفسه فيحاول ان هو يشد الشخص اللي هو متأكد ان هو بيحبه واكيد هيخاف على مصلحته فهيجي جري علشان ينقذه. هو المطارد دايما عايش في دور ايه؟ المنقذ. يعني هو مش عايش في دور ان هو بيمثل، لا هو كده بجد، هو دايما ما بيستحملش الموضوع ده على الناس اللي بيحبهم، فما بالك الهارب. دايما بيبقى عايز ينقذه، دايما بيبقى عايز يشوفه احسن، فما بيستحملش يشوف حاجة فيه وهو قادر ان هو يساعده. بس المطارد هيساعده، هيساعده ازاي؟ هيبعت له طاقات حب وطاقات دعم نفسي، واكيد هتوصل له وهتساعده. هنتكلم عن طاقة المطارد كمان النهاردة وهو حاسس بإيه دلوقتي عشان تعرفه. هنفضل نتعلم وهنفضل نشوف وهنفهم إن كل ما الوقت بيعدي كل ما بنعرف ليه ربنا بعد عننا حاجات، كل ما بنعرف ليه في أبواب اتقفلت في وشنا ما كناش فاهمين ليه، بعد عننا ناس ما كانوش شبهنا، مع الوقت هتشوفوهم على شبههم، هتشوفوا ان كل حاجة كانوا بيعملوها معاكوا كذب، كل حاجة كانت كلام، هتشوفوا حياتكم كانت هتبقى عاملة ازاي معاهم. بس ربنا رحمكم، رحمكم من عذاب اكبر بكتير من اللي انتوا شفتوه معاهم. ربنا دايما رحيم بينا وبيعمل لينا الخير اللي احنا مش بنشوفه، وعشان كده كمان علاقة توأم الشعلة بتيجي بتعلمنا الصبر، بتعلمنا ان احنا نصبر على حاجات كتير، نفكر بطريقة مختلفة. طاقة المطارد النهاردة هي انه عنده حالة كده من التأمل في حاله وفي مشاعره وفي كل الحاجات اللي اتغيرت جواه، كل الحاجات اللي غيرت حاجات جواه. هل هو كان صح؟ هل هو توأم شعلة فعلا؟ هو فعلا الهارب اللي في حياته ده توأمه ولا توأمه زيف؟ المطارد عنده أسئلة كتير قوي، كل ما بيتشافى كل ما بيحتار، كل ما يحس انه هو هيرتاح بيلاقي نفسه بيتعب أكتر وبيحتار أكتر وبيتوه أكتر وسط أسئلة أكتر وأكتر. إمتى هيرتاح؟ إمتى هيتأكد إنه هو توأم شعلة؟ إمتى هيتأكد إنه هو ما كانش عايش في الوهم؟ لما بيبص على توأمه ساعات كتير بيحس إنه توأم شعلة، بس ساعات كتير بيحس إنه ما كانش توأم شعلة. ساعات كتير بيحن ليه وساعات كتير بيقول ربنا نجاه. ممكن يكون المطارد اللي بيفكر كده فعلا كان توأم شعلة، ممكن كمان يكون كان مع توأم مزيف، ممكن وممكن وممكن، وكل واحد فيكم عنده قصة، كل واحد فيكم عنده حاجة، وكل واحد
عارف هو في ايه بس مش متأكد. عشان يتأكد في علامات مهمة جدا، بس العلامة كبيرة قوي. بص لنفسك، انت اتغيرت للأحسن ولا للأوحش؟ مش من بعد الانفصال، مش من بعده على طول، انت دلوقتي اتغيرت للأحسن ولا للأوحش؟ لو اتغيرت للأحسن تبقى انت كنت سوء ان شاء الله. لو اتغيرت للأوحش وبتحاول ترجع تاني للأحسن، والموضوع صعب جدا ومش أي حد هيقدر يرجع تاني أصلا لنسخته حتى الأولى مش للأحسن، يبقى ده كان مزيف، علاقة كرمية، نرجسية، حاجة أنت التشافي منها صعب وأقرب من المستحيل كمان. لازم تكون بني آدم قوي جدا عشان تقدر تعدي الموضوع ده. المتورط حاسس أنه بيمر بفترة غريبة شوية، حاجات كتير بتحصل فيها عكس بعضها، حاسس انه تشافى وبيحس انه عدى، وحاسس انه بيبدأ من اول وجديد ونسي. بس في حاجات كتير بتفكره بالماضي، بتفكره بالهارب، حاجات كتير قوي بتظهر في تفاصيل كتير قوي، وساعتها بيكتشف انه الهارب كان داخل في كل تفاصيل حياته. كل ما بيجي يعمل حاجة في لقطة بتيجي في دماغه بيفتكر فيها الهارب، وبيسأل نفسه هو بجد حبني؟ أصله ما ينفعش كان بيعمل كده وهو مش بيحبني. واللقطة دي بتلخبطه، بتلخبط كيانه كله، لأنه بيرجع يحتار تاني تفاصيل كتير، وفي كل تفصيلة في حياته بيفتكر الهرب. علاقتهم كانت غير، كانت مختلفة، الموضوع ما كانش حب كده وخلاص، علاقة جنسية وخلاص، لا، الموضوع كان حب، حب من نوع تاني. الموضوع كان حاجة تانية خالص، حاجة كده ما بتحصلش كتير، لا للهرب ولا للمطارد. القصة بين اتنين حبوا بعض، لقوا بعض، حسوا انهم شبه بعض في حاجات كتير، شافوا بعض حاجات كتير، حسوا بعض. يمكن الهارب ما كانش بيعرف يحب، يمكن ما حبش قبل كده، يمكن ما يعرفش طعم الحب، بس الأكيد انه حب المطارد بجد، لدرجة انه هو ما كانش فاهم ان ده حب، كان حاسس انه هو احساس، كأنه احساس بيسيطر عليه، وعشان كده كان بيهرب من الاحساس ده. كان بيسأل نفسه هو انا ليه بحبه، ومش بيلاقي اي اجابة، لان الاجابات كتير قوي. كل حاجة كان بيحب يعملها معي، أي حاجة كان بيبقى حابب يعملها معي من غير ما يفهم ليه ولا إمتى ولا إزاي، كان بيحب بس، وما كانش يعرف إن ده حب. كان بيحب وجوده معي، يبقى معاه خلاص، كان بيحس بالأمان وهو معاه. الهرب ما حسش بالأمان ده قبل كده، الإحساس ده نفسه ما كانش فاهم، ما كانش فاهم يعني إيه تحس بالإحساس ده وانت قاعد مع حد، وليه وإزاي وإمتى. المطارد حيران جدا وبيغرق في الذكريات، ذكريات كلها طلع له علامة استفهام كبيرة قوي، مش فاهم اي حاجة. لما هو حبني قوي كده
عمل فيا كده ليه؟ قدر يبعد ده كله ازاي؟ ما عملش علشاني حاجة ليه؟ كل الإجابات عكس اللي هو بيفتكره، كل حاجة عكس بعضها وما فيش حاجة زي بعضها. في حاجات كتير بتقول للمطارد ان الهارب بيحبه وحبه كمان. الهارب بيحاول يعمل كل حاجة المطارد هو عايزها منه، ما بيحاولش يضغط عليه، بيحاول يبعد عنه زي ما هو عايز، مش عايز يقرب منه طول ما هو ما عملوش اللي هو عايزه. بيحاول ما يظلموش، بيحاول ما يجيش عليه، ده اللي المطارد كان عايزه. لو الهرب ما تغيرش، الهرب مش عارف يتغير، على الأقل بيحاول يعمل اللي يريحك، بيحاول يعمل اللي يريح المطارد. طالما بعده عنك وهو كده مريحك، هو خلاص هيعمل ده. لو ده الدليل الوحيد اللي هو يقدر يعمله علشان يقولك ان هو بيحبك، او عشان يقولك ان هو حبك، او عشان يقولك انه مش عايز يظلمك وبقى يخاف عليك، او علشان يقولك انه خلاص مش عايز يأذيك حتى لو هو مش قاصد. هو قاصد بقى انه ما يأذيكش دلوقتي، هو قاصد انه ما يجيش عليك ولا يظلمك دلوقتي، هو عايز يبطل يعمل معاك كده، وده مش سهل عليه، ده مش سهل عليه خالص. بيحاول المطارد، دماغه هتنفجر من التفكير، عقله مش قادر يبطل تفكير في الموضوع، ما بقاش فاهم نفسه حتى، بيجيله أفكار كتير ملخبطة محيرة، حاسس بتخبط، طاقته بتتغير من ثانية لثانية، عنده تغييرات بجد 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 غريبة جدا في طاقته، صادمة جدا. بس هو قادر ان هو يقوم ويقف على رجليه، دايما هو لما بيقع بيقوم اقوى واقوى. ودي كانت طاقة الهارب والمطارد الحالية.